هاي، على عكس ما كتار بيتوقعوا، الأرض منا مركز الكون. المسافة يلي بتفصل الأرض عن القمر بتسع فيها كل كواكب المنظومة الشمسية، وفي نجوم بالفضاء أكتر من كل رمل البحر على الأرض. إذا كنتم فاكرين إنه الشمس هي أكبر النجوم، فما بتعرفوا كانس ماجوريس في واي، الأكبر بمليون مرة من الشمس. صور يلي التقطها التلسكوب هابل بتفرجينا إنه في آلاف المجرات، كل واحدة منها فيها ملايين النجوم. مين قال إنه لكل نجمة من بين هالنجوم الكواكب الخاصة فيها وممكن يكون في حياة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.